اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلتو تيلي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله من وفي انتظار المكالمات اسئله واستفسارات ورد عليها مباشره على الهواء من السيد الدكتور محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا دكتور. مرحبا حبيبي. مرحبا بيك. الله يخليك. منور على طول رب كده وتملي بنحب نقدم لك الشكر. العفو. لانك يعني حتى من المكالمات الحلقه اللي فاتت يعني الناس بتشكر انك انت بتعمل مجهود في مصلحه المريض ومصلحه المواطن يعني. وده احنا اللي وانت مثل اعلى يعني، وبنتمنى ان كل الناس تتعلم انها تخدم مصر بالطريقه اللي هي شايفه انها تقدر تخدمها. والله يعني انا كنت بتكلم مع الاستاذ عبد الحميد طبعا رئيس القناه ان شاء الله، ان احنا ان شاء الله هنحاول نجيب تخصصات تانية برضه في القناه. تمام. وبرضه نفس الفكره اللي هو العلاج على الهواء، وعشان نفيد اكبر طيب. ناس في مجالات اخرى الى مجال طيب. ويبقى في اتفضل ناخد اول اتصاله يا دكتور. اتفضل يا فندم. ماشي. مدام ساميه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي الصحه؟ الحمد لله الحمد لله. يعني انا كفايه والشكر بشوش الحلو دوت بصراحه يخفف اي مريض. الحمد لله ربنا يبارك لك. اهلا وسهلا، بارك الله فيك. الله يخليك. ايوه يا دكتور. انا عندي كوليسترول وباخد له اطريزه، بس بيخلي عندي عضلاتي تعباني جدا وبيغير لون الجلد. ده السؤال الاولاني. طيب. الثاني، صاحبتي عندها بنت عندها السكر وهي حامل، هل البيبي يجي له سكر؟ حاضر. هو بالنسبه للبيبي ان يجي له سكر بالنسبه للست الحامل مش شرط تماما، وغير وارد ربما، لان السكر اللي بيجي يعني كانت الحامل دي عندها سكر اثناء الحمل ولا ما قبل الحمل؟ لا، بعد قبل الحمل. يعني هي حضرتك كان عندها سكر ما قبل الحمل؟ سنها كان كام سنه اول ما السكر جالها؟ كان عندها 30. يعني تقريبا بتاخد حبوب يعني، ما تاخدش انسولين. لا، ما اعتقدش ان شاء الله يجي لبنتها سكر بامر الله، يعني للحامل اللي هي البنت للجنين مش هيجي له سكر ان شاء الله. بالنسبه بقى عايزه بديل للدواء اللي انا باخده ده. الاتوريزا. في حاجه اسمها حضرتك اتوزيت، بس اغلى منه. اتوزيت ده حضرتك برضو حبايه كل يوم، في منه 40/10 نفس التركيز اللي عندك، في منه نفس التركيزات، بس ده اغلى، يمكن يكون 3 اضعاف. فانا اقترح لو الكوليسترول بتاعك كويس واخد بال حضرتك، ممكن نوقف العلاج تماما او نقلل الجرعات. الاتوريزا كم التركيز؟ الاتوريزا كم تركيزه؟ 40/10 20/10. طيب تعاود الاتصال. طيب الخط فصل. شكرا شكرا مدام سعد. ناخد التليفون اللي بعده. استاذه سمر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا من كام يوم جالي الم جامد كده في صدري، كاني سكاكين بتقطع في صدري ولضهري من ورا، وبعدين جنب اليمين وجعني قوي. طيب صدرك اللي هو تقصدي الثدي ولا الصدر؟ صدري. صدري. ايوه. لا، ما هو ساعات الناس يقول الصدر يعني هو الثديين يعني. ومن تحت الثدي اليمين بيوجعني قوي، وفي حته زي منفوخه كده. سنك كام سنه؟ حاسه ان انا عايزه ارجع. سنك كام سنه؟ 35. مش حامل ولا حاجه؟ لا لا مفيش. طيب اما بتاخدي نفس عميق الالم يجي؟ او تكحي الالم يجي؟ مش قوي يعني. او تحزقي الالم يجي؟ بس هو الوجع بيبقى اكتر حاجه بالليل يعني، مع حركه الصدر ومع حركه من مكان لمكان الالم يزيد او يتغير شويه. ده انت نمت في تكييف او في مروحه؟ بنام في المروحه. ده عباره عن التهاب في العضلات بتاعه القفص الصدري، وممكن ناخد حاجة بسيطة قوي زي مثلا بروفين 400 ملي جرام، انت هتاخدي منه حباية مرة الصبح ومرة بالليل لمدة يومين، هتبقى كويسة قوي، وتعيدي بقية الدواء عندك.
طب في حاجة تانية يا دكتور، في حاجة زي الكورة كده بتجري تطلع لي على العضلة اليمين وانا ازقها كده بايدي، بس بتوجعني قوي. لا، عضلة اليمين في اي حتة؟ تحت ساقي اليمين برضو. لا، داخل النسيج الثدي. داخل بطني، جوه بطني. يعني في حاجه جوه بطنك، مش في صدرك، مش في تجويف الصدر، تجويف البطن. زي كيس كبير كده وبيجري يقف لي على الضلوع. يعني انت لمساه زي كره البينج بونج؟ ماسكاه زي الكوره كده ويروح من اليمين للشمال؟ لا، انا اللي بزقه بايدي ينزل بقى، مش عارفه بيروح فين. وبعدين ينط يطلع تاني تحت الجلد. يعني بصي، في حركه من فوق لتحت وفي حركه من يمين للشمال. لا، في حركه من فوق، من تحت لفوق على الضلوع. تطلعيه فوق الضلوع. هو بيطلع لي فوق الضلوع، انا بزقه. ده في الناحيه اليمين ولا الشمال؟ الناحيه اليمين. يعني في النص بالظبط ولا جاي على اليمين شويه؟ لا، جاي على اليمين. هو ما ينفعش كده غير لما يكون في تاء. بس انت ولدت كم مره؟ هي مره. يعني هو ولو مدور قوي زي الكوره والكلام ده، عايز فحص او اعملي لي اشعه تلفزيونيه وكلميني قولي لي فيها ان شاء الله. واعمل ايه؟ ممكن نعمل اشعه تلفزيونيه، بس اعتقد ان ده اللي يمشي بالوصف ده في المنطقه دي، بس يكون في تاء. طب ممكن اقفل واسمع بقى حضرتك؟ ما انا خلصت. خلاص معاكي. خلاص. ممكن بقى تتابعينا تاني على الفيسبوك ولا اليوتيوب ان شاء الله. ماشي يا مدام سمر، شكرا. ناخد الاتصال اللي بعده. الاستاذ محمد، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك بس عشان الدكتور استاذ عادل. اتفضل الدكتور، معاك يا استاذ محمد. وعليكم السلام يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ محمد، مرحبا. يا دكتور، عملت تحليل من 3 ايام سكر صايم، يعني سرطاني صايم 151 وناطر 158. صايم كم؟ 158. صايم 158 وفاطر؟ لا، صايم 151. 151. صايم 158 وفاطر 158. تاني، صايم كام؟ الصوت يا جماعة. بقول لك يا استاذ محمد، دقيقة واحدة، أنت بس جنب التلفزيون دلوقتي ولا بعيد عن التلفزيون؟ بعيد عنه شوية. طب لا، مش شوية، وطي بقى التلفزيون لأن هو اللي عمال يعمل ال الزبزبة دي. ابعد شو. ايوه، شوف انا كده، انت كده ريحت لي وداني. ايوه استاذ محمد، السكر صايم كم؟ تراكمي 151. تراكمي 151. ما فيش حاجه اسمها تراكمي 151. الصايم كام؟ صايم 151. 151. والفاطر 158. 158. الفاطر 158. ايوه. انت عندك سكر؟ يبقى كده مفيش سكر. عندك سكر؟ يا دكتور، عندك سكر؟ لا، انا ما عنديش، بس انا عملت حاجه عشوائيه كده فلقيت التحليل ده. اكلت ايه بقى عشان تعمل الفطر؟ يعني مثلا قبل بتبع ساعات قلت مثلا عيش وحته جبنه مثلا وخيارايه وطماطميه. لا بيطايم. انت هتاخد حضرتك بكره هتعمل الصايم، وبعد كده حضرتك تشرب ازازتين بيبسي او كوكاكولا او اي حاجه، وبعدها بساعتين تروح اعمل العينه الثانيه، لان القرايات دي مش عجباني. طيب، صح. راجع قراياتك تاني واتصل بالدكتور محمد تاني، احنا في انتظارك يا استاذ محمد. شكرا على الاتصال. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ محمد، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. بقول لسعادتك، انا سني 60 سنه، وزني 178، طولي 160. كان الدكتور قال لي خد نوروفورم، بس انا عملت انسولين فتره 3-5، الهومي اي ار 1.25، سكر صايم 101، البي تي طايد سي او سي بي طايد، سي بي طايد بي تي طايد 2.1. انما انا اجي اقيس السكر انا في البيت الاقي 170 160 180، فانا مش عارف هل اخد علاج ما اخدش علاج. والسلام عليكم ورحمه الله. لا استنى. اتفضل. انت مريض سكر ولا مش مريض سكر؟ لا مش مريض، ما هو انا حضرتك في 160 170. انت انا مش عارف انا مريض سكر ولا لا. الصايم طلع كام؟ ساكت، اللي انت قلته ده كله، الصايم طلع كام؟ الصايم طلع 101.
واللي بعد الاكل بساعتين طلع كام؟ نعم. اللي بعد الاكل بساعتين طلع كام؟ ما بيعديش، بيعدي 140 160. وزنك انت دلوقتي قلت لي وزنك 178 78 78 78 وطولي 182 وزنك وسنك 60 سنه وبعد الاكل 140 مش كده؟ وبلعب رياضه يوميا يعني. اللي لا انت بس حافظ على وزنك ان شاء الله ما تاخدش حاجه. طب ليه بيطلع 160 او 170 اما احيانا اقيسه وانا على الجهاز، انما في المعمل لا. لا طب قول انت لو شاطر. نعم قول انت، ما انا بحب اسال الناس اللي بيقولوا لي. ما انا مش عارف هل الجهاز مش مظبوط بتاعي؟ لا خد الاثنين وروح المعمل هتلاقيهم يمكن يكونوا زي بعض، هو في فرق طبعا في الاثنين، ولكن انما بتروح المعمل بتبذل مجهود فيطلع اقل من الجهاز. بتمشي. طب اللي هو الفطر ده اللي هو 5 احنا ممكن ناخد حاجه اسمها سيدوفاج حبايه 1000 قبل الغدا ان شاء الله بنص ساعه. شكرا يا استاذ محمد على الاتصال. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذه ايمان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تمام والله الحمد لله. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا رجاء. انا بفكر اخد برضه. طيب الخط بيقطع. طيب معلش يا استاذه ايمان، الخط بيقطع يعني ثبت الموبايل كده وبعد عن التلفزيون شويه كده. اتفضلي انت معنا. يلا عوده الاتصال يا استاذ ايمان. ناخد الاستاذ ابراهيم السلام عليكم. عوده الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. او حضرتك بس انا عندي الغضروف في ظهر الفقره الرابعه والخامسه. سنك كم سنه؟ ظهر معايا في الاشعه في الرنين المغناطيسي. سنك كم سنه؟ 44. طيب طولك قد ايه؟ طولي 170 176. والوزن؟ الوزن حوالي حاجه و70. طيب عندك الغضروف الفقره الرابعه والخامسه. دلوقتي يا اسمع يا دكتور بيقول لي اعمل جراحه. استاذ ابراهيم اتفضل. ايوه طبعا انت عارف انا هقول لك ايه. وطي التلفزيون وابعد عنه. وطيت الصوت. طيب شكرا. الدكتور قال لك هنعمل لك عمليه للغضروف صح؟ مش عايز اعملها. لا هو في مقاييس للدكتور لما يقول لك كده. هل هناك في ضمور في العضلات بتاعه الساقين؟ هل ايه؟ في عدم قدره على المشي او قدره لا على لا 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 هو اول ما جت بس كانت وجعاني في رجلي اليمين وحاليا ظهري بس اللي بيوجعني من الناحيه اليمين. الالم مش لوحده بنعمل عمليه، لكن في ضعف او البول او البراز في مشاكل؟ لا. او في ضعف في الساقين يعني الفخذ مثلا ضمر؟ لا لا كان الاول بس اول ما تعبت يعني اول ما تعبت الكلام ده مثلا من 7-8 شهور، حاليا دلوقتي اللي بيوجعني ظهري بس من الناحيه اليمين. طيب انت خد ده استاذ دكتور اللي بيقول لك ولا ده حد تاني؟ مخ واعصاب جراحه. طيب خد راي حد تاني. انا معاك ان ممكن ما تستاهلش عمليه. حضرتك بالنسبه اللي هو العلاج بالاعشاب او الابر الصينيه، الابر اللي بسم النحل ده، حضرتك بتعترف بيه؟ اي حاجه الناس عايزه تعملها وتيجي نجربها ونتابعها ونراقبها وندي تقارير عنها مستعدين، بس الناس اللي من النوع دول بيبقوا عالم تحسسك كده ان هم بتوع دجل بيخافوا منا مش فاهم ليه. يعني احنا بنقول اي واحد عشان يكون بيعالج مثلا بالتراب الاسود نجيبه ونحلله ونعمله ونحطه تحت المراقبه ماشي، هو يهرب بقى ويفضل يقول لك لا ده بيعملوا بتاع كلهم عالم دجل اصلا. شكرا على الاتصال. ناخد الاتصال اللي بعده. مدام ساميه السلام عليكم. مدام ساميه. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور بعد اذن حضرتك؟ اتفضلي الدكتور معاكي. شكرا. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. دكتور حضرتك انا عندي كذا مشكله مع بعضيهم. انا عندي الغده الكارديراقيه والدرقيه وعندي الكهرباء بتاع المخ عاليه وعندي الضغط متردد يعني ممكن يوصل لفوق قوي وممكن ينزل لتحت خالص احتاج محاليل. عندي ازمه بتجيلي في صدري من سنين طويله ما حدش عارف يعني ليها كذا سنه واروح لكذا دكتور ما حدش عارف يوصل الازمه دي. الم في صدري من الناحيه اليمين وكذا مره يتشخص غلط انه ذبحه صدريه انه حاله نفسيه انه كده يعني ما حدش عارف يوصل ايه الازمه دي. بس هي بتجيلي شديده جدا ببقى حاسه ان انا بموت خلاص. ما فيش كحه ما فيش يعني اي اعراض نزلت بتاع نزلات برد. طيب سنك كم سنه؟ بتجيلي
سن كم سنة؟ سن كم سنة؟ سن كم سنة؟ مدام سامية سن كم سنة؟ عندي 48 سنة. متجوزة؟ اه متجوزة، اه عندي اتنين وعندي ولد وبنت. جوزك معاكي؟ لا جوزي مش معايا، جوزي مسافر. طيب انا شايف ان معظم الاعراض دي حاجات نفسية. بس هي الازمة بتجيلي يا دكتور دايما بتجيلي ويجي بعدها نزيف شديد جدا. نزيف شديد شديد يعني. ايوه. يعني كل مرة تجيلي فيها الازمة دي بتجيلي بعدها نزيف شديد جدا. جميل. يعني الدورة ما بتجيش. ماشي. الدورة ما بتجيش ليها كذا سنة. طيب. حضرتك ما هو دايما احنا عندنا مراكز الاحاسيس ومراكز المشاعر موجوده في حته جنب حاجه اسمها الهايبوثالاموس في المخ، المشاعر جنب الدوره جنب الاحساس بالتعب النفسي مع ضيق النفس مع الكلام ده كله. فحضرتك 80% نواحي نفسيه اللي رابطه ده كله. واخد بالك؟ حتى الازمه دي معايا من سنين طويله يا دكتور، ملهاش دعوه بان ما هو في حاجه اسمها ما نحاول نشتك. الازمه دكاتره شافوها صح؟ اه. قالوا لك عندك ايه ساعتها؟ هو اخر مره من كام شهر جات لي عملوا لي اشعه على الصدر، قالوا ده التهاب، التهابات عاديه. ده كلام نصب. انت هتخلص يعني في الناس. مفيش حاجه، مفيش ازمه في التهابات عاديه. يا في استنى يا ماما حضرتك، يا اما في هناك ازمه ربويه يا ازمه قلبيه، ودي اللي بتيجي في نوبات او لا قدر الله حاجات تانيه مميته زي جلطه على الرئه، زي هواء دخل جوه التجويف. فاحنا ده بنفوق يبقى حاجه يعني يا اما انقباض في المسارات الهوائيه، يا اما القلب حصل ارتشاح باللوري ولا ارتشاح رئوي. الكلام ده مش ماشي. عملت انقباض صوتيه وقالوا الدكتور قال لي، بس انا مش فاكره فعلا اسم التشخيص اللي قالوا ايه كده، في حاجه في الشرايين بتاع القلب. عملت موجات صوتيه على القلب. ما يبقى الازمه هنا ما بتجيش، بتجيلك في صوره نهجان وكرشه نفس. لا هو بص يا دكتور، هو بحس ان كان في حجاره كده محطوطه فوق الناحيه اللي بتضغط بقى على كل الجزء ده كله، حجاره بقى محطوطه يعني مش هو كل مشكله بيبقى في الالم والضغط اللي بيعلى والنزيف اللي بيجي. طيب سيبك من النزيف دلوقتي، انت بتاخدي اسبرين ولا بتاخدي حاجه؟ باخد اسبوسيد. اه حاجه ثانيه غير انا من النوع اللي مش ملتزمه بالعلاج، يعني انا تعبانه باخد العلاج. انا بس عاوز اقول لك حضرتك احنا عندنا مرضى كتير مستنيين على التليفون، فارجوكي. طيب. انا اللي اسال وتجاوبيني بكلمه واحده. حاضر. بتاخدي حاجه غير الاسبرين؟ اه باخد تجريتول وادويه عظام واستوكير والالتروكسين 60 100. دي ادويه ثابته معايا على طول. طيب الالتروكسين 100 كونكور 2.5 او 5 حسب الحاله. طيب انا ساعات الالتروكسين يدي الام ويدي حاجات زي دي، ولا سيما للناس اللي عندهم يعني حاجات بسيطه. انا مش عايز اوديك ناحيه القلب، ولو دخلنا ناحيه القلب ما كنتش هيبقى في حل غير قسطره للقلب، فمش عاوز ادخلك في النقطه دي. على الاقل اعملي رسم قلب بالمجهود وكلمينا المره الجايه ان شاء الله. مدام ساميه شكرا، بالتوفيق ان شاء الله. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ عوض السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اتكلم دكتور الاسكرون. اتفضل يا استاذ عوض سامعك. الله يكرمك الله يكرمك. سلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا المدام عندي بتاخد انواع علاج للسكر، كانت بتاخد الانسولين اللي هو المعكر ده وغيرته باللي هو الانسولين اللي هو اللي في قلم الغالي بيخلص في تريم دي. اه وحضرتك وبتاخد جليبوفين 1000 وفيلدافورمين 1000 وسترينجازول 40. الصوت وحش قوي يا جماعه، هو الصوت وحش من عندنا ولا كل اللي بيتصلوا؟ ايوه دكتور. ايوه كده انت كده، يبقى الصوت من عندك يا استاذ عوض. قول لي استنى عم عوض، عم عوض نهدي اللعب. عم عوض. ايوه دكتور. انا هسال وانت تجاوب بكلمه واحده. اتفضل يا دكتور. المدام سنها كام سنه؟ المدام سنها 43 سنه. لا ما تقولش المدام سنها بقى، خمس كلمات يبقى. نعم. 43. نعم. بهزر معاك بهزر معاك، يعني بقول لك. أيوة. المدام سنها كام سنه؟ كلمه واحده يبقى 43 صح؟ طيب يا دكتور. الله يبارك في حضرتك. بقى لها كام سنه عندها سكر؟ يعني تقريبا هو عندها 30 سنه كده. يبقى عندها 13 سنه، نقول 13 سنه. اه. طيب الصايم كام بتاعها؟ الصايم كام؟ حضرتك الصايم كان 160 والفتره اقل، كان حتى الدكتور بيستغرب من الموقف ده. لا عادي.
عليكم. ما هي لانها بتحلل الفاطر بعد ما بتاخد العلاج. اه بتحلل الفاطر بعد ما تاخد العلاج. اه طب خلاص يطلع واطي، ايه المشكله؟ طيب مفيش. حضرتك هو واخد العلاج الانسولين ده بقاله شهرين، ممكن تبطله؟ اللي هو ايه؟ الانسولين. لا الانسولين. لا لا يا حبيبي احنا مش بتوع اعشاب. حضرتك ما تغلطنيش. لا العمليه مش فتوانه، في اصول للشغل، احنا مش اعشاب حضرتك. بدل ما ناخد شاي اخضر نخليه شاي احمر. لا حضرتك حضرتك كفايه بزياده الانسولين يعني. لا هي وزنها كم كيلو؟ وزنها كم كيلو؟ اه كانت 90 ومخدت الانسولين 100 102 كده. احنا كده يبقى عندنا ممكن كم وحده انسولين بتاخدها في اليوم؟ بتاخد كانت بتاخد 25 خليها 15. طيب والسكر عالي بعد ما نزلته من 25 ل 15؟ السكر عالي؟ لا ده هو نزل شويه يا دكتور. يعني ما نزل طبيعي، يعني الطبيعي ده 25 زي 15. اللي هو الصايم كام 140 باين ولا كام؟ السكر الصايم 140؟ انت قلت الصايم 140 يا استاذ عوض. اللي صايم اكتر من الفاطر اكتر من الصايم. مش مهم كام، اديني الرقم. اه الصايم اكتر من الفاطر. اه. طيب. 160. احنا ما عشان هي بتاخد الانسولين فالانسولين بيروح منزل الفاطر. قول بتاخد ايه تاني غير الانسولين؟ بتاخد حضرتك فيلدا فورمين الف. اسمه ايه؟ فيلدا فورمين. اه ماشي. وجلايبوفين الف. وسترينجازول 40. وبتاخد حقن حضرتك اسمها، وبتاخد حقن اسمها باور بي ميكس بيمليكس. دي حضرتك تقريبا للحرقان بتاع رجليها. طيب انت سؤالك كله عاوز تبطل انسولين مظبوط؟ اه يا حضرتك هي يعني يا ملقه منه كده يعني بتقول بزود جسمه كده يعني. طيب خليك على نفس خلاص بقى على نفس الجرعات على هو انت تاكل. هو جنب الموبايل بتاعك جنب التلفزيون يا اخ عوض. شكرا 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 يا اخ عوض. طب معلش خلاص هدخل التاني وهكمل له، اصل حرام علينا لسه له كلام. خلاص لا ممكن ترد عليها يا دكتور. اه احنا دلوقتي حضرتك هتقلل الاكل بتاعها لان هي وزنها زاد بعد الانسولين. تمام. والانسولين بيزود الاكل فعلا، بيزود الوزن. يعني الانسولين عيبه انه بيجوع وبيزود الوزن، فاحنا مش هقدر اوقف الانسولين لان سكرها لسه مش مظبوط. تمام. يطلع 160 وبعدين لما تاخده بعد الفطار يقل عن 160. فلو انا وقفته ال 160 مش هتقل، هتبقى 180 بعد كده و200. فالحل انها تنزل كميه الاكل بنسبه 30 40%. هتلاقي السكر الصايم بدا يبقى 130 وبعد الفطار هيبقى 110 130 زي ما هو. في الحاله دي يروح منزلين شويه انسولين. لكن مش هقدر اوقف الانسولين في الوضع ده، الانسولين بنوقفه اما السكر يتظبط. فانا عشان اظبط السكر وما زودش جرعات الانسولين اقلل الاكل وازود المجهود وبعد كده ابدا انسى اشد الانسولين شويه. ثم ان هو بياخد دواء برضه يعني تافه الفيلدا جلوس او الفيلدا فورمين او الكلام ده مش مؤثر. مش مؤثر. يعني في ادويه اقوى. يعني انا اقترح عليك مثلا تاخد حاجه اسمها دولسيل 3 مللي جرام حبايه قبل الفطار على طول. دي هتساعد ان احنا نوقف الانسولين بسرعه الى جانب الدواء اللي هي بتاخده. تمام. يعني مش مصلحه ورخيص دي. ورخيص دولسيل ده ارخص من الفيلدا فورمين كمان. بس هنكمل على الفيلدا فورمين يعني هنزود دولسيل على الدواء. يعني انت من نصيحتك يا دكتور ان المريض ما يوقفش العلاج من نفسه كده. لا هو توقيف لان مش مظبوط. اه لا توقيف الانسولين له يعني اول انسولين انا ما بحبوش بوجه عام يعني لان هو يعني سلاح السريع اللي هو بيريح الدكتور ويجيب نتائج سريعه. يعني مثلا جالي عيان سكره مثلا 200 صايم وبعد الاكل 300 عايز انزله بسرعه عشان العيان ينبسط كده ونعنشه وخليه يقول عليا انا كويس. تمام. اديله انسولين. قابلني بقى هيتخن وبعد شويه جرعات الانسولين كان بياخدها دي مش هتبقى كافيه، هيبدا يزودها شويه بشويه. يعني في بديل يا دكتور؟ بالتاكيد ان انا لو عاوز يعني ابذل مجهود مع المريض شويه والمريض برضو يكون متفاهم الموضوع ممكن لا نلجأ الى الانسولين. واحيانا عند ايقاف الانسولين برضو عايز ذكاء شديد من المريض والطبيب حتى لا تحصل نوع من الانتكاسه. يعني انت ممكن حضرتك توقف الانسولين وانت فرحان
والسكر يفضل كويس بس يحصل انتكاسة، فهي عايزة مقاييس يعني محددة. تمام، ناخد الاتصال ده دكتور. استاذة بسمة السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ايوه يا دكتور اتفضلي. الدكتور معاك اهو. اتفضلي يا دكتور. معدتي وجعاني جدا بقالها اكتر من 5 6 ايام. سهلة، احنا بس عايزين سنك ووزنك قد ايه ليكون مرارة. لا انا اصلا كان عندي قولون بس بقالي فترة الحمد لله مش. انا بقول لك وزنك تقولي القولون. وزني 80. كويس. وسن كام سنة؟ 40. طيب الألم اللي في الفم المعدة ده اللبن بيريحه ولا بيتعبه؟ لا بيتعبه جدا، ما بشربش لبن أصلا. الزبادي يتعبه ولا يريحه؟ بيتعبه جدا برضه. دي مش مع المعدة يا بنتي. أمال إيه؟ يعني أصل المعدة اللبن يريحه. أه واخدة بالك؟ أي أكل باكله برجعه. من 5 أيام بس. ومعدتي تعبانه جدا. طب جربي الدواء الرخيص ده اسمه هيستاك 300. هيستاك 300 مللي جرام، حبايه الصبح وحبايه بالليل لمده 5 ايام. لو هي معده هتخف. غير كده افكر في اصل المعده الحقيقه اللبن كويس قوي للمعده بس بينما اللبن سيء جدا للقولون. والالم الجامد قوي في الناحيه اليمين، تحسي بالم جامد جدا في الناحيه اليمين. ما انا خاف تكون مراره بس خلينا عشان ما نكلفكيش تمن اشعه تلفزيونيه. واخده بالك؟ خلينا بس على الهستاج ده رخيص ان شاء الله 300 مللي جرام حبات صحابها بالليل، وبعد عن الحارق والحباق والحادق والحراق والمسبك والشطه والحاجات دي. تاخدي جبنه دكتور. جبنه قريش، شويه يعني حاجات مهلبيه، رز ابيض، فرخه بيضة كده من التعبانه اللي زيكم، يبقى الدنيا تمشي. استاذه بسمه تحت امرك يا بسمه، كل سنه وانت طيبه يا استاذه بسمه. 5 ايام بقيتي كويسه يبقى كانت معده، ما بقيتيش كويسه ولو في اي حاجه عاود الاتصال مع الدكتور. لا هي لو مش كويسه تعمل اشعه تلفزيونيه على البطن على طول. اكيد انت سمعت الدكتور قال ايه. ناخد الاستاذه فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا. اتفضلي يا استاذه فاطمه. انا السكر من وانا عندي 5 سنين. انا دلوقتي عندي 27 سنه، يعني بقاله حوالي 22 سنة. بقالي 3 أيام عندي ضغط 70/40، ضغط واطي جدا. كام؟ 80/40. اسمعيني بس يا بسمة. اسمعي بسمة. 70/40. بسمة اللي فاتت. فاطمة فاطمة فاطمة. يا فاطمة انت انسة؟ فاطمة فاطمة. لا مدام. عندك عيال؟ مدام فاطمة. عندي 3. ما شاء الله. اكبر بنوتة عندها 8 سنين. طيب جوزك كويس معاك ولا في مشاكل؟ يعني عادي بقى في مشاكل عادي. طيب انت سيادتك بتقولي عندك سكر وانت كان عندك سنك 5 سنين صح؟ انا دلوقتي عندي 27 سنة. اوكي بتاخدي له انسولين طبعا؟ باخد انسولين. طيب اتفضلي. ايه بقى الضغط بقاله 3 ايام واطي. في عندك اعراض ولا مفيش اعراض؟ دوخه، عندي دوخه وهمدان. لا يبقى الاعراض منيله بنيله. يبقى انت حضرتك دلوقتي هتعملي لي، احنا خايفين لا يكون الكورتيزون واطي. بس هقول لك ايه، خلينا نشتغل شغل بلا يعني نعالج كده عشان الدنيا ما تعملش. انت ضغطك على طول واطي طول العمر كده ولا اليومين دول بس؟ لا اليومين دول قل زياده، انا على طول عندي 110/70. 100 100 يعني هي الفتره دي بس. طب زودي الحوادق شويه 3 4 ايام، ولو كان احنا تقريبا لنا حلقه يوم الاحد كلميني تاني عشان ما نجيبش دواء وناخد دواء وبعدين يعلي ضغط زي لازم. انت عندك سكر؟ في تحاليل ولا حاجة أقدر إن أنا أعملها؟ هنقولها يوم الأحد عشان ما نكلفكيش. إن شاء الله. ماشي يا مدام فاطمة، شكراً على الاتصال، بالتوفيق إن شاء الله. ناخد اللي بعده. أستاذة سحر، السلام عليكم. ده إحنا ميكروباص بقى. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. ألو؟ اتفضلي يا اتفضلي بس. اتفضلي لا 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 أنا مركز قوي أستاذة سحر. اتفضلي. أهلاً وسهلاً. أي دكتور. أهلاً. يا دكتور انا جوزي مركب دعامتين. الف سلام عليه. من حوالي سنه يعني، فدلوقتي حاليا بياخد علاجه مبرليك وكوستور واسبرين، بس هو حاليا بيرجع فالاسترجاعي على المستمر معاه، اي اكل بياكلها بيرجعها على طول. لا تاني قولي لي، جوزك مركب دعامتين من سنتين وبياخد دواء اسمه ايه؟ من سنه. من سنه. بياخد علاج ايه؟ بياخد برليك وبياخد كوريستور وبياخد برليك أسبرين. برليك وايه التاني؟ نعم. والتاني اسمه ايه؟ كريستور. كريستور.
تالت؟ ايوه فريسكو. التالت؟ اسبرين. اسبرين. طيب شكوته ايه دلوقتي؟ هو بيرجع على طول، اي اكله بياكلها بيرجعها على طول. في الم على المعده ولا مفيش؟ لا لا مفيش. في الم في الصدر؟ لا مفيش. يعني بقاله كام يوم بيرجع؟ لا ده ليه اكتر من شهرين. اه شهرين بيرجع. طيب بيرجع اما اتكلم تسكتوا. بيرجع اكل اللي كانوا دلوقتي ولا في اكل قديم؟ لا بيرجع الاكل اللي اكل على طول، يعني هو لو فطر بيرجع، لو اتغدى بيرجع. ولحد دلوقتي راح لدكاتره ولا ما راحش؟ اه راح لدكاتره وعطوا له ماتيليوم وللاسف ما نفعش برضه. ماتيليوم. طب اللي هو سن وزنه تخين ولا رفيع؟ 90 كيلو. اه وطوله مثلا 160 165 مثلا. ايوه. عمل اشعه تلفزيونيه على البطن؟ لا ما عملش. طب خليه يعمل اشعه تلفزيونيه على البطن، وممكن ياخد برضه ياخد زانتاك 300 مللي جرام حبايه الصبح وحبايه بالليل، وياخد معاه حاجه اسمها بريم بران 10 مللي جرام حبايه قبل الاكل بنص ساعه، ممكن ثلاث مرات اقصى حاجه. و... معلش يا دكتور تقولهم تاني معلش بعد اذنك. طيب زنتك 300 مللي جرام حبايه الصبح حبايه بالليل، وهياخد حضرتك بريم بران بالعربي اكتبيها بريم بران 10 مللي جرام حبايه قبل الوجبه بنص ساعه، ده لمده 5 ايام. ما تحسنش يبقى لنا كلام تاني، بس الاكل بتاعنا يبقى اكل خفيف تماما، مهلبيه، رز ابيض، بطاطس مسلوقه، الثلاث ايام دول عصائر، بس يبعد عن العصائر السترس جوس، يعني يبعد عن الليمون وعن البرتقال، لو كان عصير يبقى عصير تفاح، عصير موز لو هو رفيع عشان يتخن يبقى ربرب والحاجات. تمام شكرا يا استاذ سحر. ناخد اتصال من اهل هنا، الحاج عبده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. السكر عالي عندي. ألف سلام السكر. عليك الله يخليك. كل سنة زي كده بعد رمضان بيحصل ميال للسكر. حللتني؟ هو إيه حكاية الخط المقطع ده؟ حاج عبده. أيوه حاج عبده. أيوه أنت جنب التلفزيون، أنت عرفت من لوحدك أهو ما شاء الله. ابعد عن التلفزيون شوية بقى. بعدت خالص. أيوه تمام. رحت حللت النهاردة، عملت تحليل السكر النهاردة. طب سيبني أنا أتكلم وجاوب عليا. حاضر. بس تجاوب حضرتك كلمة واحدة. حاضر. عشان اديك وقت طويل. اتفضل. سن سيادتك كام سنة؟ 65. حضرتك وزنك قد ايه؟ وزني حوالي 65 كيلو تقريبا يعني. جميل. الشكوى ايه يا فندم؟ الشكوى السكر عندي كل سنة بعد رمضان زي كده بيعلي. بيعلي خالص. الصايم كام دلوقتي؟ نعم نهاردي. الصايم كام؟ صايم 267. وبعد الاكل بساعتين؟ بعد الاكل بساعتين وصل 567. طيب البول كتير بالليل بيقومك من النوم، تخش الحمام كتير؟ بيقومني بالليل. واتحللت تراكمي 13. طيب سيادتك العلاج بتاخده ايه؟ الفلدا كلوز. ايه؟ فلدا كلوز علبته ب 104. فلدا كلوز او كلوز. حسيته بتتعوب طرق ما بفهمهاش قوي. بتاخده كم مرة؟ بتاخده كم مرة؟ كنت اخده بعد قبل الظهر قبل الغداء بس. كم ملي هو؟ فيلدا جلوز مش ما الفيلدا جلوز عليك. فيلدا جلوز فيلدا جلوز. طيب ماشي. ايوه سيادتك. بتاخد ايه غير الفيلدا جلوز؟ نعم بتاخد ايه غير الفيلدا جلوز؟ ولا حاجة مش هاخد غير كده من فيلدا جلوز. ايه ده؟ فيلدا جلوز ده ممكن نديه للناس اللي ماشيين في الشارع. انت ما بتاخدش دواء يا ريس. مين اللي اداك الدواء ده؟ طب اتعالج عند حد؟ ماشي بقى عشان ما الناس ما تزعلش منك. اتعرضت رحت للدكتور النهارده. لا يا ابن الحلال، انت حضرتك ناخد دواء يكون الدواء الفيلدا جلوز ده ما يكون واحد سكره مثلا الصايم 140 اللي بعد الاكل 160، نقوم نديله حاجه نهزر معاه كده ونقول له زي بعض عشان ينحنشك البنكرياس. لكن انت حضرتك انت هتاخد حاجات ثانيه خالص. يعني تاخد اماريل ام، واخد بالك، حبايه قبل الفطار كل يوم اللي هو 3000. واخد بال سيادتك، وخليك على الفيلدا جلوز حبايه قبل الغداء حبايه قبل العشاء. واخد بال حضرتك؟ حبايه قبل الغداء حبايه قبل العشاء.
ونشوف كده لمدة أسبوعين ثلاثة ونشوف، لأن سكرك عالي أوي. تمام يا حاج عبده، بالشفا إن شاء الله. ناخد أبو خالد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو خالد الدكتور معاك. أهلا وسهلا. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. وفيك يا فندم. الله يبارك فيك يا دكتور. بقول لحضرتك يا دكتور، أنا مريض سكر من 10 سنين حضرتك يا دكتور، وبيبقى صايم مثلا 200، ولما باكل بعد ساعتين بيبقى 300 320. طيب وزنك قد ايه يا حبيبي؟ ما والله وزني مش ما وزنش يا دكتور، مش يعني مش سمين قوي يعني، ضعيف. لا يعني سيادتك وزنك يعتبر طبيعي بالنسبه لطولك؟ اه طبيعي، اه طولي 175. طيب خسيت اخر 6 شهور ولا زدت؟ لا بخس ولا دكتور. ايوه بتخس. طب تقول خسيت قد ايه كده؟ واضح انك مش هتعرف برضه يعني. الهدوم وسعت عليك؟ الهدوم وسعت عليك يعني ممكن اكون خسيت 15 كيلو كده دكتور مثلا. بتقول ايه؟ 15 كيلو يعني خسيت لا مؤاخذه حجم خروف. خروف صغنون. وفيك حياة قلبي. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. يا دكتور انا باخد دايماكرون 60، باخد برشامة ونص. طيب دايماكرون 60 بتاخده الصبح؟ وبعدين عندي التهاب بقى يا دكتور، يعني عندي الـ في الاطراف وجع، وبعدين وجع في يعني بيجي في كعب الرجل، بيجي في بطن الرجل. حرقان جامد قوي يا دكتور. طيب يا حبيبي ما هو بص بقى، اللي يهمني في هذا الموضوع كله هو طبعا في مضاعفات حرقان الجامد ده، التهاب اعصاب طرفيه، وهي مقلقه ومزعجه والله يشفيك ويعافيك. ولكن خسسان 15 كيلو انت بتاخدهم ببساطه، دول ده كتير قوي، حتى لو على سنه يبقى كتير. يبقى اذا حضرتك في هناك ده ينم ان في نقص انسولين داخل جسمك. ينم عندي. طب هل انا هقول لك خد انسولين؟ هقول لك لا برضه، هصبر مع سيادتك شويه. فندي ادويه تانية، نحاول دايماكرون ممكن ما يكونش هيجيب نتيجه، واخد بال حضرتك؟ ففي دواء اسمه نوفو نورم 2 مللي جرام حبايه قبل الاكل 3 مرات. نوفو نورم 2 مللي جرام حبايه قبل الاكل 3 مرات. حضرتك ممكن ناخد سيدوفاج 1000. انا ما بحبوش في حاله حضرتك على فكره، لان السيدوفاج هيخسسك وانت بتخس، لكن هندي حبايه واحده 1000 قبل العشاء، واخد بالك ازاي؟ نمره 3، وده المهم، هل ده هيخلي انا دلاله نجاح علاجي؟ ليس فقط الانسولين، السكر يبقى طبيعي يعني، مش السكر الثاني طبيعي بعد، لا ده وزنك ال 15 كيلو وانت بتقول وزني اقل من الطبيعي يرجع يبقى طبيعي، لان احنا مش بنعالج ارقام، احنا بنعالج بني ادمين. فجرب لي كده 15 20 يوم ونشوف بعض ان شاء الله. شكرا. بس احتماليه ان احنا ندي انسولين قائمه. تمام شكرا. نعم. ابو خالد. نعم. ناخد الاستاذ صبحي من البحيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حضرتك يا فندم، كل سنة وانت طيب. الحمد لله وانت بالصحة والسلامة. الدكتور معاك يا استاذ صبحي. دكتور محمد. اتفضل يا حبيبي. أهلا وسهلا بيك، كل سنة وانت طيب يا فندم. وانت طيب يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. حضرتك يا فندم دي المرة الثالثة أنا بكلم حضرتك. أنا كنت قلت لحضرتك إن أنا بشتكي من القولون العصبي، وده بيحصل انتفاخ بعد الأكل. قلت لي أنت ديفوماتيل 150 أو 200، تمام؟ بس انا العلاج الثاني او الوصفه الثانيه اللي انت قلت لي عليها انا نسيت اكتبها ورا من حضرتك، او ما عرفتهاش بالظبط من ورا حضرتك. طب جربت الدوجماتيل ولا لسه؟ جبت الدوجماتيل يا فندم. في تحسن ولا لسه مفيش تحسن خالص؟ لا الحمد لله في تحسن، في تحسن ولو كنت طفيف، بس الحمد لله احسن من الاول يعني. يعني ايه 30%؟ ان شاء الله، ربما يكون اكتر كمان ان شاء الله. طب ما تكمل على ده خلاص، استنى اسمه ستيلا بيد، ويمكن يبقوا الاثنين تقال عليه. اسمه ستيلا. بس ممكن مع احترام حضرتك بس يعني، وممكن انا بستسمع حضرتك معلش. اتفضل. يعني عايز فضل. اقول لك الثاني. ستيلا بيد. ستيلا. ستيلا. عارف كانت شركه ستيلا بتاعت زمان. بيد يعني السرير. ستيلا بيد. ستيلا بيد. حبايه. هو بيد بي اي دي يعني توايس داي، يعني حاجه مرتين في اليوم، تاخد واحده في الفطار وواحده في العشاء ان شاء الله. ستيلا بيد. ستيلا بيد. والدوجماتيل قبل الاكل بساعه، ممكن 3 حبات ان شاء الله قبل الاكل بساعه ان شاء الله. تمام. حضرتك الجزئيه الثانيه بس معلش هطول حضرتك، الجزئيه الثانيه لما انا قلت لك ايه العلاقه بين المراره وبين القولون، وده الامر اللي ازعج حضرتك وانت قعدت بالاسترزازي يا اخي بهزر معاك. لا الله يكرمك يا فندم، الله يخليك، بس انا كنت بتوضح حضرتك بس بوضح لحضرتك عشان انا بنحبك واحنا مستنيك كل اسبوع والله صراحه، من مشاش وجهك كده واحنا الحمد لله بنشوف الوقت لما بنبص بشكل حضرتك او بنظر وجه حضرتك يعني. ربنا يخليك، بهزر معاك والله.
الف سلامه، كل عام وانت طيب. الله يخليك استاذ صبحي، شكرا شكرا على الاتصال، ومستنينك المره الرابعه. لا ده على كل اسبوع بقى. لا 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 ما هو بيقول اتصل ثلاث مرات، وان شاء الله احنا موجودين لحد برضو، يبقى اتصل بينا لو عايز ان شاء الله. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ رضا السلام عليكم. استاذ رضا، استاذ رضا فصل، استاذ رضا فصل. طيب طيب احنا عشان بس الناس كلها اتصلت بالكتير على السكر الصايم وبعد الاكل بساعتين. طيب. الصايم الطبيعي لحد 110 ده الطبيعي، ويستحسن يقوم من النوم يحلله. ويحلله فين؟ وهو نايم في السرير، مراته تجيب له الجهاز كده تكون واخداه سلفاه من جارتها، حلو، او شحتينه من حد، او من جوز بنته بعد ما تتخانق تجيبها معاه، او ايه رايك بقى؟ يبقى اجمل لو مفيش خناقه. لا هي جايه بقى خبره من الواد يا عندك حد اتفضل عشان معاك. طيب. الوقت ناخد الاستاذ سيد. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا فندم؟ الحمد لله. ازيك وسلامي للدكتور. اهلا بيك دكتور، سامعك والله، شرفيني. انا دكتور كنت عايز اسال حضرتك ايه افضل علاج ملوش اثار جانبيه لسرعه القصف بعد اذنك؟ بس اصل حضرتك، طيب هي نقطه سرعه القصف دي فيها نواحي فنيه شويه، واخد بال حضرتك، وفيها خبره، احنا بنتكلم لا حياء في الدين ولا حياء في العلم. انت ممكن حضرتك تظبط نفسك مع نفسك، ولذلك الاسلام دين جميل ولذيذ ودين متعة حياة واخرة. فيقول لك ايه؟ وقدموا لانفسكم، مش لازم تقدم لنفسك كويس. نمرة اتنين، دي عملية بينك وبين زوجتك بيبقى فيها نوع من الالفة، وفي مزاج وفي ناحية نفسية وفي عدم صربعة وفي الكلام ده كله مهم قوي. والجانب المهم عليها هي. اما الادوية اللي ملهاش حضرتك اثار جانبية، كان في حاجة اسمها افروبيل، وده برضو بيعلي الضغط شوية لانها كلها مجموعة امفيتامين ومجموعات مستخلصة من هذا الموضوع. لكن احنا نشوف لو سن حضرتك مثلا البروستاتا ممكن تعمل مشاكل، لو في البروستاتا نحاول نصلحها او نكشف عند حد يدينا حاجة لو فيها متضخمة. احنا برضو اللي انا شايفه كان في كده مانوفر شوية مش هنقدر نقوله على التلفزيون، اللي هو يعمل حاجة اسمها ديستراكشن. الديستراكشن اللي هو الخروج من الحالة المزاجية العنيفة، ان يعني يخرج بالمزاج، هي لا طبعاً. بس لا اثار جانبيه احيانا، ان ممكن يحصل ارتخاء وبعدين ما يقومش يبقى بيني بقى. لا معنا في مشكله ساعتها، يقعد يتخانق معاه المره الجايه. استاذ سيد بالتوفيق ان شاء الله. لا لا ناخد... الراجل بيسال سؤال مهم. طبعا جداً طبعا جداً. ما فعلا زي ما حضرتك قلت، لا حقيقه احنا بنهزر عشان الحال. ناخد مدام امل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا مدام أم. ربنا يخليك. حضرتك أنا بقالي كام يوم بقى عندي ارتجاع مريء، أنا عندي قولون عصبي. طيب وزنك كام يا ست سناء؟ وزني مدام أمل 85. كام يا أمل؟ 85. طيب طولك 160 مثلا؟ ممكن وعلقت كونترلوك ومحلول ملح وسترالجين، بقالي يومين بعلقهم. ياه خدت كونترلوك؟ 40 ملي ولا كام؟ 40. انا باخده دلوقتي قراص 20. وبقالي 5 ايام. نعم. سنك كام سنه يا امل؟ سني 38 سنه. متجوزه؟ متجوزه، معايا ولد وبنت. طيب في الم في فم المعده؟ عندي الم في فم المعده ومغص. وخدتي الكنترولوك ما جابش نتيجه 20 ملي جرام؟ لا، وخدت جيستريج، دي خدتها حقنه امبارح ريحتني على طول. طيب ادام كده خد الكنترولوك حقنه 40، واخده بال حضرتك كل يوم حقنه لمده 5 ايام، وبعد كده كملي. حضرتك ما تنفعش تاخد الا في المحلول. لا كنترولوك اتاخد عادي يا فندم. نعم ممكن. اخد عضل؟ يا فندم. ايه ده؟ شكيت وريق وريق كده. وامشي على جيستريج. لا استنى، بتاخدها في محلول في مستوصفات ولا ايه؟ نعم. بتاخدها في مستوصفات؟ لا باخدها في الصيدليه. بيركب لك محلول والمحلول بعلقه في البيت انا. مين اللي قال لك كده؟ انا بعلق الكلنه في المستوصف وانا بركب لنفسي المحلول في البيت. لا 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 لا، ده شغل سيما ده. حضرتك خدها في العضل، كنترولوك خدها في العضل حضرتك. والجستريج دي اكمل بالبرشام؟ ولا له لازمه، هو كنترولوك كفايه قوي. وبس تاكلي اكل خفيف اربع حقن اربع ايام او ثلاث ايام كفايه. وكملي عليه 40 ملي جرام حبايه الصبح حبايه بالليل بعد كده. اللي هو كونترلوك 40؟ ان شاء الله. بس حضرتك البلع يعني حاسس ان ارتجاع المريء واقف في زوري كده.
انت عندك ناحيه نفسيه تعباكي ولا حاجه؟ انا الموضوع اللي ماشي عندي طيب شوف احنا بنضرب الوضع ازاي؟ كنا نشتغل احنا ضرب وضع دلوقتي، احنا بنهزر بقى. هو طبعا الناحيه النفسيه دي بتنعكس على المعده جدا، بس كل واحد له حته النفسيه بتاعته. يعني واحد اما يزعل يجي له صداع، واحد اما يزعل يجي له دوخه، واحد اما تزعل تفرفر، واحد اما تزعل تجي لها تشنجات. الحاله النفسيه اصبحت بس هي جايه على المعده عندك حضرتك. فيا ريت ناخد حاجه مهدئه كمان مع بعض، يعني حاجه كده تمام. ولذلك برضو هنا دواء اسمه دوبرين، دوبرين 150 مللي جرام، دوبرين 150 مللي جرام قبل الاكل مرتين في اليوم، قبل الفطار وقبل العشاء بنص ساعه. شكرا. ده هيريح لك المزاج شويه ويشيل شد العصب اللي جاي من المخ. تمام، شكرا شكرا على مدام امل. دكتور محمد الحكم صفر. طب خلاص يلا بره في الشارع. وقت ضايع نص دقيقه. طب خلاص اوكي. اي حاجه للمشاهد نص دقيقه قبل ما نقفل في نص دقيقه والله. طب كويس، احنا قلنا الصايم 110 طيب. الفاطر لحد 140، وقلنا يعمل الصايم اول ما يقوم من النوم وهو في سريره بالجهاز ما يروحش المعمل، وقلنا المعمل ليه ما يروحه السكر بيقل اما بيمشي. خلاص كفايه تمام. بتخلي معاك تمام. لا اوكي. سلام عليكم. ماشي اعزائي المشاهدين، وبكده وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت ميديسن. نشكركم لحسن المتابعه والاستماع والمشاهده، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.